والآن نترككم مع هذه الكلمة للبطل الليمبي ليحدثكم عما حدث في أرض العزة. تفضل يا ليمبي، اصعد يا وحش الوحوش، هيا ولتتحدث. كده يا دبعت كده يا أيها الشعب المتفسخر بمصره على هذا العدو المتغدرس المتنفنس الملعوب والذي بيفضل يتحمرس بعش الدبابير حتى الدبابير دي تفوع وتخزوال عينيه. هذا العدو المجرم القاتل للأطفال بيفكر نفسه بابا. لا يا اصحى، لو انت بابا في الدبعبع منك. وانني في هذا المكان الحليوة احب ان اقول لكم، وهذا النصر المزرزر احب اقول لكم وصلي صلي صلي عالنبي صلي صلي واللي مصلي صلي ابن اليهودية صلي غزوة قرنيطة صلي أو لعبة حيطة صلي وصاروخ الفيل صلي دلو طويل صلي في عسكر الآن صلي منور بالليل صلي وعشي دار بس بيمشي عشي دار على خوك قرنيطة عشي دار عمود ودو عشي دار والعسكري طار عشي دار بالعالم فين عشي دار جبته وحطيته عشي دار بالحتة بهية عشي دار نحمر رحشانه عشي دار على طول أصحابه عشي دار وصاروا كفتة عشي دار وصاروا كفتة عشي دار وصاروا كفتة عشي دار غرفة المشتركة فيها خير وبركة اضربوا وقلي عدوي يولي وتوت توت 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 ليبر منطقة لا كتكون سمع هوس من حوصة. إذا كنت تريد أن تتبلطج على شعب فعليك ألا تتبلطج على غزة، لأنها ستغزك في عقم دارك. مات الكلام.